بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته، يعني في الثالثة، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود؟ قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قال: قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: قلت: لا. قال: ذاك الشيطان. رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما. وهذا حديث آخر فيما يقول المؤمن عند منامه. هذا الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وذكر هذه القصة الطويلة التي سمعتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ زكاة رمضان، زكاة الفطر كان يجمعها من أصحابه ويتوزع قبل العيد بيوم أو بيومين، فكان الذي يحفظها للفقراء كان أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، بتوكيل من النبي صلى الله عليه وسلم وكله في ذلك. فإذا به يجد إنسانا، هذا في نظري هو، رأى إنسانا آت جعل يحثو من الطعام، يعني من التمر المولود، من الشعير المولود، عمال يأخذ أشياء يحثو منها وحيهرب بها. فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عشان يحكم فيك النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال: إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة،
واضح من آخر الحديث هذا كان شيطانا ما كانش إنسانا، وكان كذابا في الذي يقوله، هو يسرق الذي كان عند أبي هريرة رضي الله عنه ويدعي ذلك، محتاج وعليه دين وعنده عيال وله حاجة شديدة، صعب على أبي هريرة رضي الله عنه فتركه. اليوم التالي أصبح فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله من غير ما يقول أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الملك من عند الله عز وجل إنه حصل كذا، ولذلك سأله مباشرة ما فعل أسيرك البارحة، فقال شكى لي حاجة وعيالا ودينا فرحمته، صعب علي سبته، قال كذبك وسيعود يرجع لك تاني، وفعلا جاءه مرة ثانية، ما هو سابه في الأولى يبقى يرجع تاني وتالي، حصل في المرة الثانية ولا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو أعطاه إنه صاحب حاجة شديدة وعنده عيال وعليه دين فتركه أبو هريرة. أبو في اليوم التالي يسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، يقول له نفس كذبك حيرجع لك ثاني، ما هو كل ذا عارف النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيطان الذي جاءه، ولكن أبو هريرة ما سألش من هذا، لو أنه سأل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فسأل. واليوم الثالث حصل نفس هذا الشيء، فإذا بأبي هريرة قل أرفع عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد أنه ما فيش فايدة وأنه أبو هريرة حيرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، يعني لو سبتني هعلمك حاجة تنفعك. وكانوا أحرص شيء على الخير والله تبارك وتعالى عليهم، كانوا حريصين على الخير، فلما قال له أعلمك حاجة ينفعك الله بها لذلك تركه، طيب علمني هتقول لي إيه، فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، يبقى هذا من أذكار النوم حين تريد أن تنام تقرأ آية الكرسي. قال له فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، إذا قرأت هذه الآية فيبقى عليك حافظ حراسة من الله عز وجل لغاية ما تصبح، ما يقدر الشيطان يقرب، الشيطان نفسه هو اللي بيعلم أبا هريرة هذا الأمر. فلما أصبح لعل الشيطان بيكذب، لعله صادق، لعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، فقال زعم أنه يعلمني شيء ينفعني الله إقماه، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم اقرأها عند منامك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. طيب هذه نصيحة الشيطان لأبي هريرة، يا ترى صدق ولا كذب؟ الشيطان كذاب، ولكن هذه المرة صدق، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وإنه لكذوب، صدقك وإنه لكذوب. هل تعلم من الذي تخاطب منذ ثلاث؟ قال تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال قلت لا، ما هو ما سألش من أول مرة مين هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان، ذاك الشيطان، يعني الشيطان بيجي لك يسرق منك الطعام الذي عندك، وبعدين في النهاية قال لك هذا الشيء لما عرف أنك ترفعه إليه، فقال ذلك الشيطان يعلم أن الذي يقرأ آية الكرسي لحرس من عند الله عز وجل عنده عند منام، ما يقدرش الشيطان أنه يتلعب به، لذلك يحرص المؤمن على قراءة الآية. ويمكن إنسان يقرأ الآية وبعد ما ينام يلاقي كوابيس ويلاقي أحلام ويلاقي لعل يحدث له هذا الشيء، طيب جاله منين الشيطان؟ من نفسك، من نفسك، فرق بين قارئ وقارئ، في إنسان يقرأ وهو مستيقن بذلك، إنسان يتدبر هذه الآية فيها عشر كلمات، عشر جمل، عشر جمل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عشر جمل فيها كل جملة لها فائدة منها، فحين تقرأها وتستحضر ذلك أسماء الله الحسنى التي فيها الله الحي سبحانه
وغيره يموت، انت رايح تنامه يتموت يتحيا، الله أعلم في حال الإنسان. ولكن الله الحي سبحانه القيوم القائم على كل شيء، المراقب لكل شيء، الحافظ لكل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. وانت حتنام الآن تحفظ ايه؟ مش تحفظ حياته. الإنسان يحتاج انه يستريح وينام. النوم وقت غفلة الإنسان، لجيله الشيطان يضحك عليه ويتلعب به، يقول لك اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى يحفظك الله سبحانه ولا يتلعب بك الشيطان. فالإنسان حين يقرأ ويتدبر ما في هذه الآية الكريمة يستحق الحراسة، يحرسه الله سبحانه ويحفظه من الشيطان، ولا يزال عليه الحافظ لغاية ما يصبح من غير ما يقرأه الشيطان. فإذا كان يقرأ قراءة لا فهم فيها ولا تدبر، فهو بين يا يحفظ يا أنه لا يحفظ. فلذلك احرص على أنك حين تقرأ القرآن أن تتدبر في المعاني التي تقرأها، وأن تستيقن مما قاله ربنا ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيضا من الأذكار الذي يقال التي تقال عند المنام قراءة آية الكرسي. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة، ومن قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه ترة يوم القيامة. يعني في وقت النوم، وقت النوم تذكر الله سبحانه، أنت فاضي فيه، وعلى ما يجي لك نوم بتأخذ وقت، خسارة أن يضيع هذا الوقت في أنك تكون لاهيا غافلا تفكر في أشياء من الدنيا وتنسى أن تتذكر ربك سبحانه. كذلك إذا قعدت وأنت فاضي إيه يمنعك من أن تذكر الله، ولو أنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. احرص على ذلك، يوم القيامة حتستحضر هذه المجالس كلها. في يوم كذا كنت قاعد وعمال أفكر في الدنيا وحتى ما جاش على بالي أذكر ربنا بكلمة، وأنا نايم عمال أذكر كذا وأتفرج على التلفزيون لغاية ما يجي لي النوم وأروح في النوم، أسمع الراديو لغاية ما أسمع مش عارف إيه، طيب وفين ذكر الله في هذا؟ ما فيش ذكر الله. فيكون عليه ترى يوم القيامة، يكون عليه حسرة يوم القيامة، يتحسر على أنه مر عليه وقت كان قادرا على أن يذكر الله عز وجل فيه فلم يذكره، كان قاعدا في مقعد كان يقدر على ذكر الله فلم يفعل، كان مضطجعا وهو واعي ومع ذلك لم يذكر الله، يكون هذا كله عليه حسرة يوم القيامة. يقول عبادة بن الصامت وهذا في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل، أي استيقظ من الليل أو ألأ من الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. هذا شيء عظيم جدا، حين يكون على لسانك ذكر الله مش هتحتاج بحد يفكرك قول كذا، مش هتحتاج، انت مجرد ما استحضرت ذلك حتقوم قايل على طول. اول ما تقوم من النوم المؤمن لما يستيقظ من منامه يذكر الله باي نوع من انواع الذكر، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا وإليه النشور وإليه المصير سبحانه تبارك وتعالى، تحمد ربك أن أحياك بعدما أماتك سبحانه، النوم الموتة الصغرى، تذكر الله بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات المعقبات التي لا يخيب قائلهن حين تتذكر ابدأ بأيها شئت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعد ذلك ادعو بما شئت، ادعو اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم افعل بي من الخير كذا وكذا، تدعو ربك بما شئت فالله يستجيب لك، لأنك بت على طهارة واستيقظت فذكرت الله سبحانه. قال فإن توضأ ثم صلى ركعتين
قبلت صلاته أو صلى ما شاء الله عز وجل، يبقى المؤمن يتذكر ذلك ولا يضيع ذكر الله سبحانه وتعالى. قد يحصل له كسل، إن حتوضى وصلي أقل ما فيها أذكر ربك سبحانه، أدعو ربك سبحانه، إذا ذكرت الله ودعوت الله استجاب الله لك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.